ليلتنا كانت صعبة، صعبة جداً، لأن يعني الوادي والريح تكسرن الدرايش مال البيت والهدار، ودخلنا داخل الوادي وخوف، وشلينا اليهال أولاد فوق السطح، وبعدك ما السيل ما ربني ما قاومني، خشينا في حجرة صغيرة قلنا موتة موتة. يا الله صعب صعبة، قلنا خلاص موت يايني يايني، لكن الشكل البحر والوادي والحمد لله رب العالمين نفعنا الله، لكن عاد ما فرش ماشي، ثياب ماشي، كل شيء ماشي، ايش اقول لك عاد يعني ما حالت ما تصور، لكن الحمد لله رب العالمين نشكر الله ونشكر فضله. احنا ابناء سلطان هيثم، اليوم الخامس، الان قطرة ماي ما جابولنا، ماي ما جايبين لليوم الخامس، لا كهرباء ولا حاجة، 13 شخص في البيت، وين هذا المسؤولين؟ تعالوا للميدان، تعالوا نظر الحالة، نشكر جريدة الرؤية، أول ناس معنا، شكرا لكم، وصلوا صوتنا للمسؤولين كامل، تعالوا شوفوا الوضع كيف. كل ما نبص من الشباك يعني نشوف الأودية ما يحتاج، وعشنا في رعب، وهذا الأضرار اللي صارت أضرار كثيرة لا تعد ولا تحصى، والحمد لله ما جمعنا متضررين البيوت هذيلا كلهن ما داخل، وكلهن فراش ما جمعنا كله فرش كله ماي، شوفها منك وتشري منك كلهم يبسينا ماي، ما جمعنا مكان حتى لي من فوق حتى الداخل الوادي يانا يعني لين هناك الوادي، والحمد لله رب العالمين شكرا. أنا طالب استرجاع أكثر حاجة مستضرين من الكهرباء والمياه، طالب المسؤولين باسترجاع التيار الكهربائي واسترجاع المياه لا أكثر ولا أقل. لكن بقيت الأضرار متضررة وكل متضرر وما، والكهرباء اليوم الخامس ما يعني ما موجود. والله الخسائر في البيت كثيرة، هذا البيت مثل ما تشوفي يعني البيت هذا المجلس شوف متضرر كامل، وهذه هنا كانت مزرعة، وهذا حواليش بعد مزرعة زين، والبيت من هناك أضرار كثيرة، وهذا بيت أخوي بعد في الخلف نفس الشيء متضرر كثير كثير. هذا بيت أخي علي، هذا المطبخ، هي هذا المطبخ والبيت داخلنا من هناك، تعالوا شوفوا من هنا بعد. خط الاسكان عوضتنا في اللوديه، وكل لما نراجعهم نقول لهم هذا في اللوديه، قالوا هذا نصيبك، هذا اللي تحصله زين وادي، قالوا ماشي وادي في عمان خلاص. وتكلمت انا بروحي في الاذاعه وناشد، واحنا غرقانين بيوتنا ما رايبين نوصل، كلن ماكو السبب الاسكان. أعتقد أن نجلس أبداً، لا أحد لا في تواصل، كهرباء مقطوعة، شبكة ما فيه، ماي ما فيه، أكل ما فيه، يعني ما في أي شيء، ذاك اليوم عنا يوم عصيب يعني لا أكل ولا حاجة ولا شيء. الحمد لله المستبشرين خير في جلالة السلطان هيثم والسيد القليلة، مستبشرين خير فيهم والحمد لله رب العالمين.